السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وليدات، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. كالعادة ديالنا رجعنا عاوتاني من جديد للقناة ديالنا على اليوتيوب باش أننا نخدموا مع الوليدات وأننا نشرحوا لهم الدروس ونعاونوهم باش أنهم يوجدوا للفروض وكذلك يوجدوا الاستحقاق اللي هو أهم بالنسبة لنا اللي هو الامتحان الوطني إن شاء الله في آخر السنة. اليوم رجعنا من بين مع واحد من بين أهم الدروس المقررة عندنا، هو درس ماشي غريب عليكم، أكيد درس ديجا شفتوه في الأولى بكالوريا ولكن ما تعمقتوش فيه. اليوم غادي نشوفوا بواحد الصوره اوضح، غادي نشوفوا الدور ديالو وغادي نشوفوا اهميته فيما له علاقه برسم المنحنى. الدرس ديال اليوم الاخوه اللي غادي نتكلموا عليه هو درس قابليه الاشتقاء كيف ما كتشوفوا في العنوان، او ما يسمى بالفرنسيه لا ديريفابيليتي. خاصنا نميزوا ما بين جوج ديال الامور، عندي جوج ديال الانواع ديال الاشتقاق غادي نتكلم عليهم، غنتكلم على الاشتقاق في نقطه وغنتكلم على الاشتقاق في مجال. الاشتقاق في مجال ما غنتكلمش عليه في هذا الفيديو، هذا غادي نخليوه ان شاء الله لحصص اخرى او لفيديوهات اخرى. غادي نتكلم اليوم على الاشتقاق في نقطه. السؤال اللي كيتسولني دائما كيف ما كتعرفوا كنعطيو ما هو المقصود بيت القصيد، شنو خاصني نعرف، اشنو خاصني ندير، وشنو الجواب اللي خاصني نعطي، وهذا هو الاهم بالنسبه لنا. نكتب السؤال قدامكم وليدات باش نعرفوا امتى كنستعملوا هذه قابليه الاشتقاق. السؤال اللي كيتطرح ليا على الشكل التالي، كيقول لي يا استاذ ادرس قابلية اشتقاق F، يعني قابلية اشتقاق واحد الدالة معينة في واحد النقطة اللي كنسميوها X0، هو باش نعطيو المفهوم الرياضي على حقيقته. ادرس قابلية اشتقاق F في نقطة افصولها X0، غير باش نكونوا رياضياتيين. ادرس قابلية اشتقاق F X0 ثم كيعطيني فاصلة ثم اعطي تأويلا هندسيا للنتيجة، بمعنى قابلية الاشتقاق عندها واحد الدور فياش فيما هو هندسي، يعني الاشتقاق كيعاوني باش انني نرسم المنحنى وذلك بهذاك التأويل الهندسي اللي كيكون عندي. بوغ لي بيوف لا كيستيون اي لا سويفونت، كيقول لي اتوديي ادرس اتوديي قابلية لا ديريفابيليتي، دونك قابلية اشتقاق F، يعني اتودي لا ديريفابيليتي دو لا فونكسيون F اون بوان X0 بوي ثم اعطي دوني اون انتربريتاسيون جيومتريك، تأويل هندسي انتربريتاسيون جيومتريك دو ريزولتا اوبتوني بيان سور. صافي رد معايا البال. دونك حنا باش كندرسو قابلية الاشتقاق كيفاش؟ المسألة متعلقة بحساب واحد النهاية، شنو كنحسب أستاذ؟ كنجي كنحسب ليميت عندما تقول اكس للنقطة اللي سولتك عليها اللي هي X0. مثلا طلبت منك انك تدرس قابلية الاشتقاق في واحد، تحسب ليميت كون اكس تنفر اب واحد، واش اشتقاق اف في ثلاثة تحسب اكس تنفر ثلاثة، زيرو اكس تنفر زيرو، موان زان اكس تنفر موان زان. ولكن استاذ قابلية الاشتقاق ديال اشمن، دونك ليميت ديال من؟ ديال هذا التعبير، تبع معايا مزيان الله يعطيك الله، ديال التعبير التالي. دونك هنا الاخوان غتكون عندنا، شوف معايا مزيان، f de x ناقص f de x 0 على x موان x 0. f de x هي الداله اللي خدام بها، f de x 0 هي صوره العدد اللي سولتك عليه، طلبت منك الاشتقاق في 0، هنا كتكون f دو 0 يعني صوره 0. f ديال واحد مثلا قابلية الاشتقاق في واحد، هنا كتكون عندي f ديال واحد، متفقين، على x ناقص x 0، x ناقص العدد اللي سولتك عليه. مزيان مزيان، اللي خاصني نعرفها الاخوان هو انا حسبت ليميت، ومن بعد كنتسنى منك جوج ديال الاجوبه، يا اما اف قابله للاشتقاق يعني لا فونكسيون اف ديريفابل، يا اما لا فونكسيون اف ني با ديريفابل او بيان نو ديريفابل بمعنى غير قابله للاشتقاق. الو استاذ انا باش غادي نعرف، تبع معايا مزيان، هو انك ملي كتحسب هاد لا ليميت هادي كنتسناو منك الاخوان، كنتسنى منكم ثلاثه ديال لي ريزولتا بوسيبل. كومبيان دي ريزولتا؟ ثلاثه. شنو هما هاد لي ريزولتا هادو؟ يا اما لا ليميت غادي تكون كتساوي ليا زيرو، يا اما لا ليميت غتساوي لك لانفيني، يا اما لا ليميت كتساوي ليا ا ان نومبر بيان سور هاد ا ديفيرون دو زيرو، ا عدد ان نومبر غير. دونك الا كانت عندي زيرو كنقولوا بلي ان اف قابله للاشتقاق في اكس زيرو، قابله للاشتقاق في اكس زيرو، لا فونكسيون اف اي اون فونكسيون ديريفابل ان اكس زيرو. خرجت لي لانفيني كنقولوا بلي ان الداله اف غين يعني غير قابله للاشتقاق في اكس 0، يعني لا فونكسيون اف اي اون فونكسيون نون ديريفابل ان اكس 0.
اما الى خرجت لي واحد العدد كنقولوا بلي ان الداله اف قابله للاشتقاق، يعني لا فونكسيون اف اي تي فونكسيون ديريفابل ان اكس 0. رد معايا البال الله يعطيك الرضا. ندير واحد الملاحظه في هذا المثل النتائج اللي خرجت لي هنا. دونك انا من امتى كنقول بلي ان الداله اف قابله للاشتقاق؟ ملي كتكون هاد لا ليميت اللي كتشوف هنا كامله كتساوي ليا اش او ليميت فيني، يعني كتساوي ليا عدد. يعني الا حسبت هاد الليميت هادي وخرجت ليا عدد كنقولوا بلي ان الداله قابله للاشتقاق، خرجت لي لانفيني غير قابله للاشتقاق. غتقول لي يا استاذ ايوا علاش عزلتي زيرو؟ كنت تقول لينا جوج ديال النتائج وصافي، يعني عدد ولانفيني. غادي نقول لك واحد المساله، هاد الزيرو عزلته على هادو على قبل التاويل الهندسي، على قبل النتيجه الهندسيه اللي كيعطي، لانه كيعطي نتيجه هندسيه مغايره على هادو. صافي الاخوان يلا تبع معايا مزيان، نزيد نكمل مزال. فيما يتعلق بالتاويلات الهندسيه، فيما يتعلق بالتاويلات الهندسيه الو رد البال. دونك الاخوان الى خرجت لي هاد لا ليميت كتساوي زيرو بالنسبه للتاويل الهندسي شنو كنقولوا؟ غادي نقولوا بلي ان سي دو اف، سي دو اف هو منحنى الداله اف، يقبل ماذا؟ يقبل مماس. كيف داير هاد المماس هذا؟ يقبل مماس كنقولوا بلي انه افقي، يعني كنقولوا بلي ان سي دو اف ادمي اون تانجونت، سي دو اف ادمي اون تانجونت. هاد لا تانجونت هذا كيف دايره استاذ؟ اون تانجونت اوريزونتال، اون تانجونت اوريزونتال فينا بلاصه؟ اون تانجونت اوريزونتال في لو بوان دو كوردوني اكس 0 اف دو اكس 0. فوالا. اما الى خرجت لي لانفيني كنقولوا بلي ان سي دو اف يقبل مماس عمودي، يعني اون تانجونت فيرتيكال، اون تانجونت فيرتيكال. اما هنا الى خرجت لي عدد فكنقولوا بلي ان سي دو اف يقبل مماس كنقولوا مائل، مائل يعني سي دو اف ادمي اون تانجونت اوبليك، اون تانجونت اوبليك. متفقين الاخوان؟ سي دو اف ادمي اون تانجونت اوبليك. نعطيو واحد المثال باش نفهموا كيفاش غادي نتعاملوا مع الامور. دونك نعطيو مثال، دونك المثال رقم واحد. الوغ الى عطينا استاذ ليكزومبل نيميرو 1، شوف معايا غادي نعطيك اسيدي لا فونكسيون اف وغادي نقولوا بلي ان اف دو اكس كتساوي ليا اكس او كاري موان 3، وغادي نقول لك ان لو بوان اكس 0 كتساوي ليا 2. الوغ ايتيدي لا ديريفابيليتي دو لا فونكسيون اف بوي دوني اون انتربريتاسيون جيومتريك، يعني ادرس قابليه اشتقاق اف اكس 0 من بعد عطيت تاويل هندسي للنتيجه. مزيان مزيان. الوغ استاذ اول حاجه غادي نديرها هو انني غادي نكالكولي ليميت. دونك غادي نجي للورقه ديالي غادي نحسب ليميت عندما تؤول اكس لمن، عندما تؤول اكس لاكس 0 اللي هي 2. تعلم واحد القاعده الله يعطيك الرضا، هو ان دائما في قابليه الاشتقاق قبل ما نحسب قبل نكتب القاعده هي الاولى، نكتب العلاقه اللي انا عاطيها ديجا في الكور. دونك غادي نجي للورقه ديالي، انا ديجا كنعرف بلي ان اكس 0 كيساوي ليا 2. دونك غادي نكتب هاد لا فورمول، لا فورمول كتقول ليا بلي هنا استاذ عندي اف ديال اكس هنا ناقص اف ديال 2 مقسومه على اكس ناقص 2. دونك العلاقه ديال قابليه الاشتقاق كتبتها بالنسبه لاكس 0 ايكالا 2 اللي هو اللي سولوني عليه انا، تساوي تساوي مال. دونك هنا عندنا استاذ ديال ليميت عندما تؤول اكس ل 2. دابا شنو كندير؟ مساله تعويض، يعني غادي نبدا كنعوض. دونك عوض معايا الله يعطيك الرضا. الوغ اف دو اكس باش غادي نعوضها؟ اف دو اكس غادي نعوضها بالتعبير ديال اللي عندي هنا اللي هو اكس او كاري ناقص 3 ناقص ديال القاعده اللي عندي هنا. دابا خاصني اف ديال 2 غنجي غنحسبها. ها انت اف ديال 2 يعني صوره 2، غادي نمشي لا فونكسيون ديالي فيما لقيت اكس نعوضها ب 2. دونك غادي تجيني هي 2 او كاري ناقص 3 هي 4 ناقص 3 هي 1. دونك هنا غتكون عندي موانزا مزيان مقسومه على اكس موان 2، مقسومه على اكس موان 2 تساوي تساوي عندي ليميت عندما تؤول اكس ل 2 ديال من استاذ الفوق اكس او كاري موان 3 موان ز هي ناقص 4 ها هي استاذ. دونك موان 4 مقسومه على اكس موان 2. كيسيون اكس او كاري موان 4 ايدونتيتي روماركابل. دونك نقدر نكتبها على هذا الشكل، غادي نكتب هي ليميت عندما تؤول اكس ل 2 ديال من اكس ناقص 2 عامل لإكس زائد 2 المتطابقة الهامة رقم 3 اللي حنا متفقين عليها، مقسومة على من يا أستاذ؟ مقسومة
على x ناقص 2. دونك مادام عندي ديفلوبمون ديال الكالكول دونك خاصني نكالكولي. دونك هنا استاذ عندي x ناقص 2، شنو غادي ندير استاذ؟ غادي نسامبليفي هاد ليكسبرسيون مع هاد ليكسبرسيون، غادي تبقى ليا استاذ هي ليميت عندما تساوي x ل 2 ديال من ديال x زائد 2. دونك شحال كتساوي ليا الا عوضت x ب 2؟ 2 زائد 2 غتعطيني 4. غادي نسولك سؤال، واش هاد القاعده او هاد النهايه اللي حسبنا واش عطاتني زيرو او لا عطاتني عاد لانفيني او لا عطاتني عدد؟ بيان سور كتلاحظ باللي 4، دونك ان نومبر ا ديفيرون دو زيرو. دونك شتي انت اش غادي نقولوا هنايا؟ اول حاجه غادي نقولوا بلي ان لا فونكسيون اف اي اون فونكسيون ديريفابل. دونك لا فونكسيون اف اي اون فونكسيون ديريفابل اون اكس 0 ايغال ا 2، يعني الداله راها قابله للاشتقاق في النقطه اكس 0 اللي كتساوي ليا 2. بالنسبه للتاويل الهندسي راه كنقولوا بلي ان سي دو اف مالا استاذ، سي دو اف ادمي اون طانجونت، هاد لا طانجونت هذا ديت اوبليك يعني مائل، اي طانجونت اوبليك فينا بلاصه استاذ؟ في النقطه ذات الاحداثيات 2 اف ديال 2. دونك هذا المثال رقم 1. نمشيو مباشره نعطيو المثال رقم 2. مثال رقم 2 دونك اكزامبل نيميرو 2، غادي نعطيوها استاذ لا فونكسيون سيفونت باش شوف معايا باش الصوره توضح اكثر. دونك خاصنا نغيروا النتيجه، باش نغيروا النتيجه غناخذوا لا فونكسيون اللي عندنا هنا. دونك عندي استاذ هنايا لا راسين ديال اكس موان 2، لا راسين دو اكس موان 2 بلس اكس بلس اكس، والنقطه اللي غادي نسولك عليها في قابليه الاشتقاق هي النقطه اكس 0 كتساوي لنا 2. متفقين؟ باش نتفقوا على واحد النقطة بلي أن هاد الدالة هادي مجموعة التعريف ديالها هو 2 زائد ما لا نهاية، صافي؟ 2 زائد ما لا، 2 زائد ما لا نهاية لأن عندي الجذر، هادي فقط كملاحظة. غادي نجي غندرس قابلية الاشتقاق، دونك أول حاجة غنكتبها هي الليميت كيف ما أنا عاطيك في الدرس. دونك غتعطينا هادي هي الليميت عندما تساؤل إكس الإثنان، متفقين؟ نجي نكتبها أستاذ لافورمول ديالي. أول حاجة نكتب القاعدة ومن بعد هادو نشوف كي غنتعامل مع الحساب. دونك هنا عندي اف دو اكس ناقص اف ديال 2 مقسومة على اكس ناقص 2. من بعد كنمر مرحلة التعويض، بمعنى كل تعبير أو لا كل كمية عندي تما خاصني نعوضها بالمسائل ديالها. دونك غتساوي لي هنا اش؟ غتساوي لي هي الليميت عندما تساؤل اكس ل 2. شنو هي اف دو اكس؟ اف دو اكس هي جذر مربع اكس ناقص 2 زائد اكس. ايوا هنا عندي اف ديال 2 فين غنحسبها؟ بيان سور غادي نمشي لا فونكسيون ديالي سي بون وغادي نحسب اف ديال 2. الوغ ها اف ديال 2 فيما لقيت اكس غنعوضها ب 2، دونك غتعطيني جذر مربع 2 ناقص 2 زائد 2. هنا 2 ناقص 2 0، دونك هذا كامل مشى غتبقى ليا 2. اذا الصوره ديال 2 كتساوي ليا 2 بهذه الداله هذه. دونك الناقص ديال القاعده ها 2 اللي هي الصوره مقسومه على من يا استاذ؟ مقسوم على من؟ ناقص 2 مقسومة على إكس ناقص 2. دونك هنايا إلا لاحظتوا معايا أنه إلا عوضت بجوج باش نحسب النهاية غتعطيني شكل غير محدد اللي هو صفر على صفر. بيان سور بزاف ديال الوليدات غادي يتساءلوا أستاذ واش غادي ندير المرافق أو لا، دونك تبعوا معايا الله يعطيكم رضا. ربما أحيانا ممكن أننا نستعملوا بعض تقنيات الحساب اللي هي أسهل من المرافق وأسهل ما أننا ندخلوا في هذيك الدوامة ديال المتطابقات الهامة وما غير ذلك. دونك هنا كتبان لي واحد التقنية أسهل اللي غادي نوظفوها هي أش؟ هي التفريقة ديال المقام. كيف أستاذ التفريقة؟ كتعرفوا معايا وليدات بأنه إلا تكلمت على أ زائد بي مقسومة على سي، عندي الحق نقول هي أ على سي زائد بي على سي، بطبيعة الحال سي خاصو يكون كيخالف زيرو، هذه كملاحظة. يعني الى عندي واحد المقام موحد وعندي مجموع في البسط، عندي الحق انني كل كميه في البسط عندي الحق نعطيها المقام ديالها. داك الشيء اللي غادي نتعاملوا معاه هنا. دونك انا اش غتولي عندي يا استاذ؟ غتولي عندي ليميت عندما تساؤل اكس ل 2، غادي نفرق. الوغ جذر مربع اكس ناقص 2 غادي نعطيها اكس ناقص 2 ديالها، زائد اكس ناقص 2 اللي شاطت عندي غادي نعطيها حتى هي اكس ناقص 2 ديالها اللي هو مقام مشترك. من بعد استاذ كنلاحظ انه هنا نقدر نختزل اكس ناقص 2 مع اكس ناقص 2 وغتبقى لي في بلاصتها واحد، ولكن في هذا الجذر شوش غادي نديرو؟ غادي نقولوا بلي ان الليميت عندما تساؤل اكس ل 2 غادي نضرب في الموافق، بمعنى الجذر ديال اكس ناقص 2 غنضرب في جذر اكس ناقص 2 الفوق والتحت. الوغ سو كي نو دان لا راسين دو اكس موان 2 ملتيبليي فوا لا راسين ديال اكس موان 2
ديفيزي بار. لتحت ديجا كانت عندي اكس موان 2 ولكن راك ضربتي في لا غاسين دونك خاصك تقسم عليه. غادي نقسم في لا غاسين ديال اكس موان 2 زائد اش بلس 1. مزيان غادي نكمل الكالكول ديالي جوي يوصل هذا امني جات دونك سي هنا لا سامبليفيكاسيون ديال اكس موان 2 مع اكس موان 2. الوغ غتولي عندي هنايا هي لا ليميت كون اكس تان فيغ 2. كتعرفوا وليدات ان جذر مربع اكس ناقص 2 جذر مربع اكس ناقص 2 بمعنى الجذر في نفس الجذر. غادي تولي عندي هي جذر مربع اكس ناقص 2 الكل اس 2 مقسومه على اكس ناقص 2 مضروبه بجذر مربع اكس ناقص 2 زائد 1 تساوي. غتولي عندي هي الليميت عندما تساوي اكس لواحد. هنا الجذر غيمشي لي مع الاس غتبقى لي اكس ناقص 2 مقسومه هنايا غتبقى لي اكس ناقص 2 جذر مربع اكس ناقص 2 زائد 1 تساوي. نقدر نختزل هنا اكس ناقص 2 مع اكس ناقص 2 وغتبقى لي هي الليميت عندما تساوي اكس ل 2 عفوا هنا ماشي واحد ليميت عندما تساوي اكس ل 2. هنا الا مشات لي اكس موان 2 غتبقى لي 1 وهنا الا مشات لي اكس موان 2 غتبقى لي جذر مربع اكس ناقص 2 زائد 1. دابا شنو غادي نديرو؟ غنحسبوا يعني فيما لقينا اكس غادي نعوضوها بجوج. دونك هنا غتجيني واحد رغم انني اتحفظ على هذه الكتابه ربما قد يؤاخذني بعض الاساتذه ولهم الحق في ذلك وانا اتفق معهم لكن هو من باب التوضيح للتلاميذ فقط. دونك هنا واحد على جذر مربع غادي نكتب جوج ناقص جوج اللي هي جذر مربع زيرو زائد واحد. هذه الكتابه بتحفظ انا اقولها واكرر اكتبها بتحفظ للتوضيح. دونك الاخوان واحد على زيرو هذاك الزيرو كاين وسط الجذر دونك بالسيف عليه غيكون زيرو بلس. اذا واحد على زيرو بلس هي بلس لانفيني بلس لانفيني زائد واحد غادي تساوي ليا بلس لانفيني. دونك لاحظتوا معايا وليدات ان النهايه شنو خرجت ليا بلس لانفيني. دونك حنا في هذه الحاله هذه اذا غادي نقولوا بلي ان الداله اف راه غير قابله للاشتقاق اي فونكسيون نو ديريفابل مي بور لانتربريتاسيون جيومتريك يعني بالنسبه للتاويل الهندسي غادي نقولوا ان السي اف راه كيقبل مماس عمودي في النقطه ذات الاحداثيات اكس 0 اف دو اكس 0 افيك اكس 0 عندنا هنايا هو 2. نتمنى وليدات انه داس الاشتقاق في نقطه تكونوا فهمتوا معايا. نتمنى انكم تاخذوا هاد التطبيقات هادو وتعاودوهم نتوما وتطبقوا بالنسبه لتمارين اخرى. المزيد من الفيديوهات ومزيد من التمارين ومزيد من الخدمه كنصحكم بانكم تلتحقوا بنا في الصفحه ديالنا على الانستغرام لان تما فين كيكونوا بزاف ديال لي لايف اللي كنخدم مع الوليدات. دونك وصلنا لنهايه هذه الحصه هذه ان شاء الله نتلاقاو في حصه جديده والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.